وصلتم. السلام عليكم، هل أنت ذلك الشخص؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أنا عبد الله. تفضل سيدي، أعطني مثل. طيب هيا. سلطان، عليك أن تعود إلى الرمال، إنه أمر خطير. هذا غير ممكن، سأعود. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شباب. إذن ما هذا المثل؟ طيب أعتقد أن لدي مثل لكم. اللي ما يقيس قبل لا يغوص ما ينفعها الغوص عقب الغرق.